يقول السائل: هل يجوز كتابة القرآن برواية أخرى على حافة المصحف من أجل تعلمها والقراءة بها؟ يا أخي فيه مصاحف في القراءات الأخرى، فيه مصاحف مطبوعة، قراءة ورش مثلا، قراءة غيره، فيه مصاحف مطبوعة تبحث عنها ولا يحتاج تكتبها على هامش رواية حفص. نعم، مجمع الملك فهد في المدينة يصدر المصاحف بالقراءات الأخرى. نعم.